أهلا بحضراتكم مشاهدي فود توداي في نشرة الأخبار، وإليكم أبرز ما جاء بها. استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاث بتراجع جماعي للمؤشرات، وتراجع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 11400 نقطة، وهبط مؤشر EGX50 بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 1943 نقطة. والأول مرة منذ أشهر شهدت أسعار اللحوم بالأسواق المصرية زيادة بمقدار 5 جنيهات وفقاً لما أعلنت شعبة الجزارة في تصريحات خاصة لفود توداي، وسجل سعر الكندوز 150 جنيه والمفروم يبدأ ب 155 جنيه للكيلو، وسجل سعر كيلو الضاني ما بين 155 ل 170 جنيه. وأعلن عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن عن انخفاض أسعار الدواجن بمقدار 3 جنيهات، وسجلت الدواجن البيضة 31 جنيه للكيلو داخل المزارع وتباعا للمستهلك بنحو 35 جنيه. شهدت أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق المصرية حالة من التفاوت في الأسعار وفقا للمزاد الصباح اليوم، وسجل سعر كيلو طماطم ما بين 3.75 جنيه ل 6.25 جنيه، والبطاطس ما بين 3.5 إلى 4.75 جنيه، والبصل ما بين 1.5 إلى 3 جنيهات بارتفاع 25 قرش، والكوسة سجلت ما بين 4 إلى 6.5 جنيه بارتفاع جنيه. قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية لفود توداي إن استقرار أسعار الدواجن لمدة أسبوعين متتاليين يبشر بأنها ستعود للانخفاض قريباً، على أن تعاود الارتفاع مرة أخرى مع قدوم شهر رمضان حيث يرتفع الإقبال على شراء اللحوم والدواجن. كشف حسين نوارة مدير تطوير الصادرات بشركة هارفست فود لإنتاج المنتجات الغذائية لفود توداي إن الشركة بدأت خطتها نحو غرب إفريقيا، موضحاً إن المنتجات التي تفضلها دول إفريقيا هي صلصة هارفست وبعدها الحلاوة الطحينية اللي تنتجها الشركة تحت علامة البوادي. هنروح من جولة الأخبار المحلية للعالمية. أعلن عملاق الأغذية السويسري نسلي عن نتائج أعماله السنوية والتي تضمنت نمو مبيعات الشركة في جميع المجالات ووصلت ل 94 مليار دولار أمريكي، وإن أحد أكبر العوامل المحركة لمبيعات الشركة السويسرية تمثل في الطعام النباتي. وكمان كشفت هيئة الضيافة في المملكة المتحدة UKH Hospitality إن خسائر قطاع صناعة الضيافة الذي كان نابضاً بالحياة في البلاد وصلت إلى 115 مليار جنيه استرليني خلال العامين الماضيين نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد. أعلنت سلسلة مطاعم ماكدونالدز الأمريكية والمتخصصة في البرجر والوجبات السريعة عن تقديم 4 وجبات جديدة إلى قائمتها الشهيرة، وأنها ستبيع لأول مرة بيع وصفات هاكس عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويمكن طلبها في الوقت الحالي بسهولة من خلال قسم مينيو هاكس الجديد داخل تطبيق ماكدونالدز. وأظهرت بيانات الاتحاد جمعية المنتجين والمصدرين في إسبانيا فيبكس ارتفع حجم وإيرادات إسبانيا من الفواكه والخضروات الطازة بنسبة 5.5% خلال العام الماضي لتصل إلى 3.6 مليون طن، بالإضافة إلى زيادة قيمتها بنسبة 4.5% لتصل إلى 3.26 مليار يورو. والعشاء البيتزا أعلنت شركة ألدي الألمانية صاحبة سلسلة المتاجر الضخمة ألدي المنتشرة في جميع أنحاء العالم طرح أول جهاز لتحضير البيتزا آلياً في أحد متاجرها بأستراليا، وعمل الجهاز الآلي الجديد على تحضير نوعين من البيتزا هما بيتزا البيبروني وبيتزا إيطاليانا لا تختلف عن التي تقدم في المطاعم. ومن لبنان للساحل الشمالي وأخيراً في مدينة الشيخ زايد، كايرو جيت وجاليريا فورتي عندهم خبر مفرح لكل الأكيلة. أخيراً مطعم ساكس هيفتح فرعه الثاني في كايرو جيت بعد نجاح الفرع الأول السنة اللي فاتت في مراسي. في جاليريا 40 مطعم باربيكيو بروز هيفتح فرعه الرابع في مصر، وده بعد ما حقق شهرة كبيرة ونجاح في فروعه الثلاثة اللي تم افتتاحهم في الجونة ومراسي. خلصت نشرتنا، واستنونا في نشرة جديدة للتعرف على آخر المستجدات في صناعة الأغذية والمشروبات، وخلوا Everyday Food Today.